نروح بقى على مقر جريدة البوابة نيوز ونشوف زميلتنا العزيزة مريم سميح مجهزة لنا ايه من اهم الاخبار والمنشطات في كافة الصحف والمواقع الرياضية المحلية والاقليمية والعالمية. مريم صباح الفل عليك، اخبارك ايه؟ تمام؟ صباح الخير عليك يا كريم. صباح الخير يا نهوان، بصبح عليك وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر البوابة نيوز، هيكون معانا فيها عدة عناوين وهي طبعا التي أصدرت صباح اليوم الاثنين. خلينا طبعا بدايتنا تكون من اليوم السابع. نادينا السلعاوي تتوج بجائزة هدافة إفريقيا وسيطرة مصرية على المراكز الأولى. طبعا توجت بنت النادي الأهلي نادين السلعاوي وطبعا لاعبة المنتخب المصري بهدافة بطولة افريقيا افرو باسكت 2021 واللي اقيمت طبعا في الكاميرون في الفتره ما بين 18 وحتى 26 سبتمبر الجاري. كمان احتل المنتخب المصري المركز السادس في هذه البطوله، وهو يعني المركز اللي حققه الفراعنه، ويمكن هو افضل مركز حققه الفراعنه منذ عام 1977 في هذه البطوله. كمان حصلت نادين السلعاوي على جائزه هدافه بطوله افريقيا برصيد 101 نقطه في يعني احتلتها في 6 مباريات، كمان شاركت فيهم مع المنتخب المصري، جاءت في المركز الثاني ثريا محمد لاعبه المنتخب المصري برصيد 91 نقطه، وكمان في المركز الرابع جاءت اللاعبه رنيم الجداوي لاعبه منتخب مصر برصيد 89 نقطة. من الشرق الأوسط، أرسنال يستعيد الثقة بانتصار كبير على توتنهام، وهيمينيز يمنح وولفرهامبتون فوزا صعبا. طبعا قدم أرسنال يعني أفضل عروضه هذا الموسم وانتزع انتصار كبير على توتنهام بنتيجة 3-1 في ديربي لندن، فيما سجل المهاجم المكسيكي راؤول هيمينيز هدفه الأول منذ عودته طبعا من الإصابة الخطيرة اللي تعرض ليها في الموسم الماضي، ليمنح فريق وولفرهامبتون فوز صعب على ساوثهامبتون بنتيجة 3-1-0 أمس ضمن المرحلة السادسة للدوري الإنجليزي لكرة القدم. كمان يعتبر هذا هو الانتصار الثالث على التوالي لأرسنال بعد خسارته في أول 3 مباريات بالدوري هذا الموسم، فيما أصبحت هذه الخسارة الثالثة على التوالي لتوتنهام كمان يعني بأول 3 مباريات. العنوان الثالث من الرياضية، يوفنتوس الانتصار الأول في أليانز. واصل فريق يوفنتوس صحوته بعد بداية متعثرة وحقق أمس فوزه الثاني توليا على سامبدوريا بنتيجة 3-2 ضمن الجولة السادسة من الدوري الإيطالي. كمان الفوز ده هو الأول لليوفي على استاد أليانز، حيث كان قد خسر فيه يعني من أمبولي في الجولة الثانية بهدفين دون رد، وتعادل كمان أمام ميلان بنتيجة 1-1 في الجولة الرابعة. يعني يمكن تعرض طبعا مدرب الفريق لضربة كبيرة وصدمة قوية بإصابة الثنائي باولو ديبالا وألفارو موراتا المهاجمان بعد أن تأكد غيابهما عن المواجهة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي واللي هتقام طبعا بعد غد الأربعاء. يعني يعاني يوفنتوس، أكيد التقرير أكد أن يوفنتوس بيعاني من أسوأ انطلاقاته على الإطلاق بعد رحيل طبعا كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق وعودته مرة أخرى لمانشستر يونايتد. أخيرا من روسيا، اليوم الأرجنتين تقصي روسيا وتواجه البرازيل في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات. تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات بفوزه أمس الأحد في الدور ربع النهائي على نظيره الروسي بركلات الترجيح 5-4 بعد التمديد. وافتتح طبعا المنتخب الأرجنتيني باب التسجيل في الدقيقة 25، وتعادل المنتخب الروسي في الدقيقة 35 لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما، ولجأ طبعا يعني شوطين إضافيين ثم لم يصفر عنهما أي شيء، فبالتالي يعني اتجهوا لركلات الترجيح، وكمان اللي هي ابتسمت يعني للمنتخب الأرجنتيني بنتيجة 5-4. سيواجه طبعا المنتخب الأرجنتيني في الدور نصف النهائي كمان بعد غد الأربعاء غريمه البرازيلي، وتستكمل اليوم الاثنين مباريات الدور ربع النهائي من البطولة بمواجهة منتخبي إسبانيا والبرازيل.
البرتغال، ثم مباراة إيران وكازاخستان، وتقام النسخة التاسعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات طبعا في ليتوانيا في الفترة ما بين 12 سبتمبر الجاري و 3 أكتوبر المقبل. دي كانت جولتنا الصحفية النهاردة من داخل مقر بوابة نيوز. بشكركم جدا، الكلمة ليكم مرة أخرى. احنا اللي بنشكرك جدا زميلتنا العزيزة مريم سميح، وأكيد الشكر موصول كمان لزميلتنا الجميلة هنا أبو القاسم. شكرا جزيلا ليك. شكرا ليكم.